السلطات الأمريكية تفرض غرامة قياسية بقيمة 35 مليون دولار على مجموعة جنرال موتورز للسيارات بعد أن تبين أن المجموعة تأخرت في سحب سيارة مجهزة بقطعة تعاني عيبا في التصنيع. وفي هذا الشأن قال هذا المسؤول: ما لا نتسامح به أبدا ولا نقبله مطلقا هو عدم تصريح شخص أو مؤسسة ما بخطأ موجود. من المنطقي أن الصمت يقتل. منذ خريف 2009 كانت جنرال موتورز تملك معلومات عن خلل في نظام إضاءة المصابيح ما يمنع عمل الوسادات الهوائية. كانوا على علم وأخفوا الأمر. وتم تسجيل 13 حادثا داميا يعود بعضها إلى عدة سنوات على علاقة بهذه القطعة التي تعاني من عيوب تصنيعية.